رحمة الله وبركاته. سوف نبدأ اليوم بمراجعة بسيطة لدرس الدارة الكهربائية البسيطة. بداية سوف نتعرف على مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة. دارة من شكل هندسي، وهو الشكل الدائري الذي ليس له نقطة بداية أو نقطة نهاية. وكهربائية أي أن الطاقة فيها تعتمد على الكهرباء. إذن الدارة الكهربائية هي مسار مغلق تمر فيه الكهرباء. هذا المسار المغلق الذي تمر فيه الكهرباء يتكون من عدة أجزاء أو مكونات. مكونات الدارة الكهربائية: بداية ننظر إلى دارة كهربائية بسيطة من عمل أحد الطلاب. ننظر إلى مكونات هذه الدارة الكهربائية بالتدريج. بداية البطارية، ثم الأسلاك النحاسية، ثم المفتاح، وأخيرا المصباح الكهربائي. إذن تتكون الدارة الكهربائية من أجزاء. هذه الأجزاء: بداية البطارية، الأسلاك النحاسية، المفتاح، المصباح. لنتعرف على مكونات الدارة الكهربائية ووظائفها. واحد، البطارية. وظيفة البطارية اللي هي مصدر الطاقة الكهربائية. إذن جزء أساسي ورئيسي من أجزاء ومكونات الدارة الكهربائية هي البطارية. 2، الأسلاك النحاسية. لها وظيفتان: الوظيفة الأولى ربط أجزاء الدارة الكهربائية. 2، توصيل الكهرباء. إذن الأسلاك النحاسية ربط أجزاء الدارة الكهربائية. 2، توصيل الكهرباء. الجزء الثالث من أجزاء الدارة الكهربائية: المصباح. عزيزي الطالب، عند الكشف عن وجود تيار كهربائي داخل المنزل ووجود الكهرباء، نقوم بترك ضوء من أضوية البيت مشتعل لكي نعرف أن الكهرباء عادت أم لا. إذن المصباح الكهربائي وظيفته الكشف عن وجود الكهرباء، كشف عن وجود الكهرباء. المفتاح، الجزء الرابع، وظيفته فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. إذن تتكون الدارة الكهربائية من 4 أجزاء. الجزء الأول البطارية، وظيفته مصدر الطاقة الكهربائية. الجزء الثاني الأسلاك النحاسية، ربط أجزاء الدارة الكهربائية وتوصيل الكهرباء. 3، المصباح، الكشف عن وجود كهرباء. 4، المفتاح، فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. لنقوم الآن برسم دارة كهربائية بسيطة باستخدام الرموز. بداية نبدأ بالبطارية. تحتوي البطارية على قطبين، أحدهما سالب والآخر موجب.
ثم أسلاك التوصيل المصباح والجزء الذي يمكن الاستغناء عنه هو المفتاح. إذا تتكون الدارة الكهربائية من 4 أجزاء: 1 البطارية، 2 الأسلاك النحاسية، المصباح، وأخيرا المفتاح، الجزء الذي يمكن الاستغناء عنه. والآن سوف ننظر كيف تعمل الدارة الكهربائية. عند إغلاق المفتاح تصبح الدارة الكهربائية المغلقة. يبدأ الكهرباء بعبور الأسلاك، ثم تنتقل إلى أن تصل إلى المصباح فيضيء المصباح، وتعود مرة أخرى إلى البطارية بشكل دوري. هكذا تعمل الدارة الكهربائية المغلقة. ننظر إلى الشكل. عند إغلاق المفتاح يضيء المصباح كما نرى في الشكل. إذا تقسم أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة إلى 4 أجزاء: المفتاح، الأسلاك النحاسية، البطارية، المصباح. عند إغلاق المفتاح يكون المصباح مضيء، وعند فتح المفتاح يكون المصباح كما نرى في الشكل غير مضيء، أي ينطفئ الضوء عند فتح هذا المفتاح. ولكن تذكر أننا قلنا يمكن الاستغناء عن المفتاح في الدارة الكهربائية البسيطة. يمكن الاستغناء عن الدارة الكهربائية البسيطة عن طريق توصيلها مع بعضها البعض كما نرى في الشكل، ويضيء المصباح من دون وجود للمفتاح. إذن المفتاح غير موجود، ويمكن إضاءة هذا المصباح. عند فتح الدارة الكهربائية تسمى الدارة الكهربائية دارة كهربائية مفتوحة، وعند إغلاقها نسمي الدارة الكهربائية دارة كهربائية مغلقة. انظر عزيزي الطالب إلى صفحة كتاب الطالب صفحة 29 لنرى مجموعة من الدارات الكهربائية قام أحمد ومريم وجميل بتركيبها. أتوقع أي المصابيح سيضيء، ثم أركب دارة مشابهة لاختبار صحة توقعاتي. نرى الدارة الأولى دارة أحمد، نتأكد من وجود جميع أجزاء الدارة الكهربائية: المصباح، الأسلاك النحاسية. ننظر إلى البطارية، قمنا بتزويد هذه الدارة الكهربائية ببطاريتين لكي نزيد من قوة المصباح، ولكن ننظر إلى أقطاب البطارية ونشاهد أن أقطاب البطارية متشابهة، وهذا يعمل على تنافر هذه الأقطاب وعدم مرور الكهرباء فيها. إذن دارة أحمد لا يمكن أن يضيء المصباح فيها. ننظر إلى دارة مريم. دارة مريم تتكون من مصباح، أسلاك نحاسية، وبطاريتين موصولتين مع بعضهم البعض. نرى أن أقطاب البطارية مختلفة، وهذا يساعد على مرور الكهرباء بسهولة وعدم تنافر الكهرباء بين هذه البطاريتين. إذن دارة مريم سوف يضيء المصباح فيها. دارة جميل، ننظر أن هناك عدم اكتمال أو عدم اتصال لدار جميل مع البطارية من الجزء الآخر، وهذا يسبب عدم إضاءة المصباح في دار جميل.
الآن عزيزي الطالب، لكي تتأكد من صحة كلامنا في هذه التجربة